أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. بطيخ أفندي، عبادة، ها أنت هون؟ تعال بسرعة، زيت جيب لي قنينة زيت، بدي أعمل أكل وما بين، بسرعة. اسمعوا لك، النار عم خلطي بقى، ما أضربك بقنبلة أفتتك فيها. يا حيوان يا قليل الأدب. شو بك أمي؟ ايش في؟ اذا انا هلا جبت العصاي وكسرتها على عظامك ايش بتطلع منها؟ ليش امي ايش بك؟ ايش عملت؟ بقى انا بدك تشرف علي قنبله وتفتتني؟ لا امي هي مو انتي، هي البنت اللي عم بلعب معها، هي بفريقي الغبيه، بدل ما تضرب على الفريق ضدنا عم تضرب علي. شو؟ وعم تلعب مع بنات كمان؟ يا قليل الادب. لا امي ما عم بلعب مع بنات، لك هي اللعبة عم بلعب فيها بتدخل من كل العالم، حتى امس كان في معنا بنات اجانب لعبنا معهم عادي يعني. قولي قولي دخلكم ويلحقوني وعم بلعب مع اجانب كمان. قولي انا شكلي عفشت كثير، شو بدنا نطلع من هالقصة هي؟ امي اللهم صل على النبي، شو الضعف يعني؟ خايسة نصك، مو معقول. شو؟ عن جد عم تحكي ولك؟ اي والله امي، كنتي حلوة وصرتي هلا احلى بكثير كثير. اي خلاص سامحتك هالمرة. لحظة شوي، انا ليش كنت جاي لعندك؟ ليش بعرفني امي؟ انت هيك بتطخي علي مثل القضاء مستعجل. ايه تذكرت زيت، جيب لي قنينة زيت من تحت بسرعة. ماشي امي يلا بنزل، بس قبل ما انزل قولي للناس تدخل تتابعني على حسابي على الانستا، لانه على الانستغرام ما عندي حدا منهم. يو ما عندك حدا هنيك طاول؟ طيب ايش اسمك على الانستا ولاك؟ اسمه عبادة مستر كوميدي، اذا كتبوه بالعربي مباشرة بطلع قدامهم. ايه خلاص هلا الكل اللي بروح بشترك عندك، هدول من طرفي هدول جماعتي، يلا كلكم روحوا اشتركوا عنده بحسابه اللي قال عليه وكتبوا له التعليقات من طرف ام عبادة، هدول جماعتي تاكلها، اشتركوا هون كمان، وانت قوم انضرب على قلبك جيب الزيت بقى احترقت البطاطا. قولي ايش بكون؟ ايش في؟ مين مات؟ اخبار صحصح معي، ما في غيرنا بالبيت، امي نزلت من البيت وراحت وهي فرصتنا هلا، بدنا نعمل فيها مقلب عشان نسترد اعتبارنا بعد كل العذاب اللي عذبنا اياه. هلا انت داخل علي هيك مثل قدم مستعجل، انا امبارح الزعيم اجى بده ياخذ روحي عشان تيجي تقولي بس امي نزلت البيت بدنا نعمل فيها مقلب؟ طلع برا وسكر الباب بدي انام. ولك هلا مو وقت النوم، هي اللحظه ما بتتكرر بالعمر غير مره وحده، هلا وقت ننتقم من امي، حتى خدوش جاهزه معنا هي بالخطه، حتى هلا جاي تك خدوش تك تك تك. يلا شو قصة معكم؟ ظبطتوا خطة للساعة؟ بقى انتم ظبطين اموركم ومخلصين كل شيء وانا اخر من يعرف. بعدين هي ام بنعمل فيها مقلب، ولك هي ام عبادة انتم نسيتوا بتعرفوا اذا بتحس على المقلب مو بعيدة عنا تشرفنا مع البلكونة. خططتوا شي فكرة انتو؟ انا ما خططت لا ولا انا صراحة ولا انا، بس طالما نحن التلاتة هون وكلياتنا جاهزين بس ما عنا افكار معناها ما لنا غير شخص واحد نلجأ له. جدي يا جدي جدك؟ ليش جدك هون؟ ولو قوم انت مع التخت. وليش اقوم مع التخت يعني؟ وهي قمنا لشوف يلا وينو جدك؟ هلو ايفريبادي ضحك كثير لاهل كثير، انت ايش طالعك من هون؟ انت مخاوي شي ولك؟ جدك متلبس ايش عامل فيه يخرب بيتك من حالك؟ بعدين وين كنت كل هاد؟ ويني كل هاد يا منظوم؟ انا بفرجيك امبارح نسياناك، كبرت كبرت حشيشة براسك ما بطلني معك بالفيديوهات طول بالك. قولي خلص بقى انت وياه هلا مو وقت العتاب، انا صرخت لك انه احنا بعاصتك نحن هلا بحاجتك جدي. ايوه شكله في مصيبة، احكي لشوف. بدنا نعمل مقلب بشرشبيل خانم ام عبادة. مين؟ شرشبيل؟ لا 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 اميرة طلعوني برات الموضوع طول مالي علاقة. قولي حتى جدي بخاف من امي وبيك عم تعاتبنا لسه ما عم طلعك معنا بالفيديوهات. سمع انت عطينا خطة بس وطلع برات الموضوع طول مالك على اطاوة، نحن لحالنا بننفذ. اذا هيك ماشي اسمعوا لك يخرب بيتكم من حالكم، لسه جبتوني لهون مشان ادبركم خطة؟ ليكن انتو دبرتوا 15 خطة؟ انا مالي علاقة انسوني طلعوني بعد موضوع طويل، انا رح ارجع محل ما جيت. احسن بريح وبرتاح. اسمع عبادة اول شي بلش بخطتك انت، روح جهز حالك بسرعة خدوج تعي حاينين انت. ولك انا وين طبيت المصاري؟ والله هلا كانوا هون.
ضروري. مين شرفها هاي؟ مين شرفها؟ في حدا هون؟ طولي بالك ولو. لا هيك كتير، هيك كتير. أنا قلت هذا الكراج بسكون أكيد ولي. لسه ما شفت شيء. أبوي وخدوج عم بستنوكي جوا. قولي لخيكم عفريت. قولي منيح ما في حدا. أبو عبادة لو شاف شكلي بهالمنظر يمكن كان طلقني. ما يمكن، أكيد طلقني. خليني أدخل أغسل قبل ما يفيق. والله وضعت مالك قليل يا عبادة. مبهدلة بهدلة. خدوج بسرعة قطعي عليها المي بسرعة. ولا يهمك، اعتبرها مقطوعة. اف المي كأنه مقطوعة. لك ليش ما في مي؟ اف ولك هلا وقت قطع المي كمان. مين الحيوان اللي رفسني؟ اخ ظهري. قولك يا ابو بطيخ، يا ابو زفت، يخرب بيتك. يلا مع عبادة. لا 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 لا، شلون هيك وقعتي مع عبادة؟ شلون هيك بتوقعيني؟ بعدين ايش صار منظرك؟ لك مشرشحت شرشح انت. سألت سؤال تاني لانه قال لي يخرب بيتك ما شايفني بالارض. بسرعه دبر لي المي مقطوعه، بدي اغسل وشي عليه صابون. وانت قلتي مقطوعه، منين بدي اجيب لك مي يعني؟ لحظه خليكي عندك، خطرت على بالي فكره كثير حلوه. خليكي جايكي. ها ولك وين انضرب على قلبه راحت. جيتك يا عبادة، جيتك. مو بدك مي؟ عندك، فادي مكانك. لا تحركي. ولك ايش عملت انت؟ مو انت بدك مي؟ طلعي لسه عودتك في شوي هون. اروح اجيب مي كمان واجي. لا بس يخرب بيتك من حالك، وين بدك تجيب كمان؟ اه جبناك يا عبد المعين نتعين. طلع بده مين يعينه؟ بعدك بده شيء، بعد يخرب بيتك. اخ ظهري دخيلكم، يخرب بيتك. خدوج تعي لهون بسرعة. يلا نعم امي، ايش بدك؟ بسرعة عملي لي كاسة نسكافيه اروق راسي فيها. رقد. يلا امي تكرم عينك، ثواني بس. خدوج ظبطي الوضع، لا تنسي. ها ظبطيها. ولو عندي هلا بتشوف. اذا قلنا النسكافيه موجودة والكاسة موجودة، بس ناقصها شيء. ايش بدنا نحط لها؟ ايش بدنا نحط لها؟ ايوه ناقصها شوية ملح بس، وبتطلع نظامية. وهي أحلى كاسة نسكافيه لأحلى مامشكو بالعالم كله. تفضلي حياتي. هاتي لهون العين تطرقك ساعة تعملي إياه. قالوك إيش شو هالشحة الطيلة؟ يا لطيف إيش بكم عبادة؟ إيش فين؟ شوف هالغبية حتى تطلي ملح بدل السكر بدها تخنوني. اذا ما بتعرف شخر انا بعرف شيء. قولي امي والله مليانه وما راح اعمل لي هجمت. لك خلاص نبقى عيفيه شكلها هي خربطت بين ملح وسكر ما فيها شيء. سكي مسحي وجهك بهي. طلع شلون صاير. سكي لك ايه والله يا عباده، اصلا ما حدا يفهم علي بهالبيت غيرك. الشر ريحة أبو عبادة كأنه صار في شيء على وجهي. ما في شيء إيش بدكم فيه يعني؟ يلا أنا رح أطلع برا وقت الكيك مشان ترتاحي بس يعني. والله حس في شيء على وجهي، ما بس بفتح عيوني. سكي ذا بقى أبو عبادة، بدي أغير أغراضي. شو؟ إيش عملت بابا؟ قلنا بابا صار معك مش الحال. طولوا بالكم، الله بتسمعوا الأصوات لحالكم. وين حطينا إيش اسمه إحنا؟ بلش الحماس.
Thank you.